السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يلتقي بعدد من الأهالي في المجلس الافتراضي من مختلف مناطق المحافظة. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يكرم 60 بحرينيا أمضوا 10 سنوات خدمة بمجموعة لولو هايبر ماركت. الأمانة العامة لمجلس النواب تطلق النسخة الثانية من جلسة محاكاة برلمان الشباب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل التاسعة. التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال المجلس الافتراضي بعدد من المواطنين من مختلف مناطق المحافظة. وفي مستهل اللقاء أكد سموه على أن المحافظة مستمرة في رصد احتياجات الأهالي ضمن حرصها في الزيارات الميدانية للمشاريع التنموية والتي تجسد الصورة الحضارية الرائدة في نطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة مستجدات المشاريع المستقبلية. قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بتكريم 60 موظفا بحرينيا ممن أمضوا 10 سنوات في الخدمة بمجموعة لولو هايبر ماركت، وذلك من خلال الزيارة التي تهدف إلى تقديم الشكر والتقدير إلى إدارة المجموعة على تعاونها مع الوزارة ضمن المنشآت المساهمة في إنجاح البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية. في إطار الحرص على تكريم المنشآت التي أسهمت في إنجاح البرنامج الوطني للتوظيف والالتقاء بالموظفين الجدد في مختلف الشركات والمؤسسات، قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بزيارة إلى مجموعة لولو هايبر ماركت البحرين بمجمع الدانة. المتوظفين الشباب هؤلاء من الإناث والذكور هم في مختلف الوظائف الفنية الحرفية الإدارية، والحقيقة هذه يعتبر اليوم يعني مثال جيد للشركات التي فتحت أبوابها وأعطت الأولوية لتوظيف البحرينيين، وتشاهدون اليوم أن البحرينيين يعني فرحانين بالالتحاق في الوظيفة وأيضا بالتقدم والفرص التي سوف تتاح لهم في المستقبل من تدريب وترقيات واستقرار. سوف نستمر في نهج زيارة الشركات والمؤسسات التي بادرت واستجابت وأعطت الأفضلية للبحرينيين، ونلتقي دائما بأبنائنا ونحثهم على الانضباط والاستقرار والاستمرار والقيام بالواجبات الوظيفية المطلوبة. احنا نشجع مبادرات من هذا النوع، تشجيع البحرينيين للنهوض في عملهم وتطوير قدراتهم المهنية والأخص في مجال التجزئة. تهدف الزيارة إلى تقديم الشكر والتقدير إلى إدارة المجموعة على تعاونها مع الوزارة ضمن المنشآت المساهمة في إنجاح البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، وذلك بتوظيفها 207 مواطنين بحرينيين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي بمختلف إدارات وأقسام المجموعة في الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية ونظم المعلومات وغيرها من التخصصات، حيث أشاد الوزير بحرص المجموعة على توظيف وتطوير العمالة الوطنية في مختلف المواقع. الحين للسنة الثالثة على التوالي احنا نسوي حفل تكريم موظفين من أكملوا 10 سنوات.
لاحظنا ان هاي حفل التكريم يكون دافع لهم انهم يبذلون جهد اكبر في العمل، وشفنا انهم يتشجعون انهم للاستمرار اكثر. طبعا خصوصا في قطاع البيع بالتجزئه تشوفين دائما في صعوبات كثيره، بس لله الحمد ان الموظفين كل ما شافوا غيرهم انه صار له سنوات اكثر معانا تشجعوا وانهم قعدوا وانهم يواصلون العمل معانا. بالنسبه للتكريم اللي مسوينه اليوم احنا، احس يعني يزيد من كفاءه الموظفين، يعطيهم دافع اكثر لتقديم مزيد من الجهود في العمل. طبعا هذا راح يفيد الموظفين انه راح يزيد من كفاءتهم وراح يستمرون في العمل. حتى احنا عندنا موظفين يعني ما شاء الله عدد كبير اشتغلوا اكثر من 10 سنوات من بدايات اللولو لحد الان هم ويانا. موظفين البحرينيين واجد كفؤين ويحبون يتعلمون، بس مجرد نوفر لهم البيئة المناسبة، والحمد لله مشوا ويانا في الشغل لأكثر من 10 سنوات. هذا وقام سعادة الوزير خلال الزيارة بتكريم 60 موظفا بحرينيا ممن أكملوا 10 سنوات في الخدمة بالشركة، منوها بأدائهم الوظيفي وإخلاصهم في العمل، داعيا إياهم للاستمرار في تطوير مهاراتهم العملية وقدراتهم الشخصية والاستفادة من فرص التدريب المتوفرة للتزود بالمهارات المهنية والترقي الوظيفي وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الإنتاجية. اختتمت محافظة العاصمة مبادرتها في شهر التوعية بمرض سرطان الثدي والذي يصادف أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف نشر وتعزيز الوعي المجتمعي ولتحسين جودة الحياة وتعزيز السلامة الصحية والنفسية ضمن برنامج المنامة مدينة صحية. ونظمت محافظة العاصمة خلال الشهر الماضي 3 مبادرات تهدف إلى نشر الوعي بمرض سرطان الثدي، كان أولها تدشين منصات تفاعلية وتوعوية في المجتمعات التجارية بالمحافظة تحتوي على رمز المسح الباركود للدخول إلى المنصة الإلكترونية وحجز موعد للفحص المجاني. بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب الشروع في الأعمال التحضيرية واللوجستية لإطلاق النسخة الثانية من جلسة المحاكاة برلمان الشباب والمقرر انعقادها في 11 من شهر نوفمبر الجاري، ويأتي هذا المشروع تنفيذا للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في المشاركة الفاعلة في كل مجالات العمل وزيادة الوعي السياسي والعمل الديمقراطي ونشر الثقافة البرلمانية. مشاهدينا، وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد حسام الدين جابر مدير إدارة مركز الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب. أهلا بك معنا في 9. يعني بداية حدثنا عن أهمية برنامج برلمان الشباب في نسخته الثانية. شكرا جزيلا للأخت العزيزة عائشة العلي على هذه الاستضافة الكريمة، واسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم تحيات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة. نعم. رئيسة مجلس النواب الموقرة، تمنياتها لكم وللجميع موفور الصحة والعافية. وبالإشارة لما تفضلتم به بشأن أهمية برلمان الشباب في دورته الثانية، فأود التأكيد هنا على ما تفضلت فيه بأن هذا التحضيرات وجلسة محاكاة برلمان الشباب تأتي استمرارا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال هذا البرنامج بهدف دعم وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في المشاركة الفاعلة لكافة مجالات العمل وزيادة وعيهم السياسي والعمل الديمقراطي ونشر الثقافة البرلمانية، وذلك بتوجيهات كريمة من معالي رئيسة مجلس النواب الموقرة تنفيذا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه في دعم وتمكين الشباب. كما أن مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في النسخة الأولى لبرلمان الشباب، وأيضا بإذن الله تعالى في النسخة الثانية، يضفي أهمية كبيرة على هذا البرلمان الشبابي ويزيد من رغبة الشباب في إبراز إمكانياتهم
وقدراتهم وثقافتهم الواسعة، بالإضافة إلى ما شعرناهم الأمثال من إحساس بالمسؤولية العالية والرتبة الحديثة من الشباب في تنمية مهاراتهم واكتسابهم خبرات في العمل السياسي. كما لا يخفى عليكم أن هذه التجربة أصبحت محل اهتمام ومتابعة من العديد من الجهات سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها، حيث تم استعراضها مع العديد من البرلمانات العربية والغربية ولفت الإشادة الواسعة لتمييزها مقارنة بالتجارب المماثلة. نعم، يعني سيد حسام، هذه النسخة هي النسخة الثانية، فما هي أهم خطط التحضير للنسخة الثانية من برلمان الشباب؟ هذا البرلمان يهدف إلى إدماج الشباب البحريني ضمن العمل التشريعي والرقابي وإكسابهم مهارات العمل البرلماني الحقيقية والوقوف أيضا على احتياجاتهم وأمالهم وتطلعاتهم وطموحهم الشبابية لما فيه خدمة لهذا الوطن العزيز على الجميع. من هذا المنطلق استقبلنا أعضاء برلمان الشباب في نسخته الثانية في يوم أمس، وتم تقديم محاضرات تهيئة وجولة ميدانية في قاعات اللجان وقاعة الجلسة الرئيسية، ثم بدأنا اليوم في تقديم محاضرات وورش عمل لفهم آليات عمل أصحاب السعادة النواب سواء في اللجان أو خلال أعمال الجلسة، وبالإضافة إلى الجوانب التقنية في عمل مجلس النواب. وتم توزيع استمارات رغبات لانضمام الشباب إلى اللجان الشبابية البرلمانية، وبإذن الله تعالى سيتم توزيعهم وفق رغباتهم يوم الأحد القادم على اللجان البرلمانية المشكلة في برلمان الشباب وإجراء الانتخابات لرئاسة اللجان ونوابهم. ثم بإذن الله تعالى سيتم مناقشة جدول أعمال اللجان وما سيتمخض عنه من قرارات وتصويت على الموضوعات التي أدرجها الشباب على جدول أعمال اللجان. ذلك كله يأتي تهيئة لانعقاد جلسة برلمان الشباب الثانية بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم، وذلك بحضور من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبرئاسة معالي رئيس مجلس النواب الموقرة لهذه الجلسة بإذن الله تعالى. واسمحوا لي هنا قبل أن أختم أود الإشارة إلى تقديرنا وشكرنا لتعاون كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في مملكة البحرين لإنجاح هذا العمل، وخاصة وزارة مجلسي الشورى والنواب ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وغيرها الكثير من الجهات الوطنية البارزة التي أسهمت الإسهام الكبير في نجاح هذا العمل لنهوض. نعم، يعني النسخة الثانية هي نجاح للنسخة الأولى وتكملة لنجاح النسخة الأولى. سيد حسام الدين جابر، مدير إدارة مركز الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. تاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. الاسطبلات المحلية تواصل استعداداتها للمشاركة في سباق القدرة التأهيلي الدولي الثاني. في إطار توجيهات الحكومة الموقرة بتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على استقرار سوق العمل، نظم قطاع الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية على أماكن تجمع العمالة في المحافظة الشمالية، وذلك بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ومديرية شرطة المحافظة الشمالية. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين واتخاذ إجراءات الترحيل وفقا للآليات القانونية المتبعة. وأكدت الهيئة أنها تحرص على تنظيم حملات تفتيشية أسبوعية بهدف الوقوف على أي مخالفات أو إجراءات غير قانونية. أعلنت شؤون الجمارك وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن إطلاق خدمة دفع عدة بيانات جمركية في معاملة واحدة عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية باستخدام بطاقة الصراف أو البطاقات الائتمانية.
وأكدت شؤون الجمارك أن هذه الخدمة تسمح للعملاء شؤون الجمارك بدفع عدة بيانات جمركية تصل إلى 10 بيانات في دفعة واحدة، كما أنه يمكن لأي عميل الدفع سواء كان في مملكة البحرين أو خارجها. كما أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص شؤون الجمارك على ضمان الاتصال الفعال مع الشركاء والعملاء وتعزيز تقديم الخدمات الجمركية من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة. شهدت قرية البحرين الدولية للقدرة احتضان تدريبات الصبل RM استعدادا للمشاركة في السباقات المحلية والدولية في ثاني سباقات موسم القدرة لعام 2021-2022، ووضع الجهاز الفني خطة فنية للسير عليها في السباق عبر تأهيل الجياد وإثبات قدرات الفرسان في تحقيق النتائج الإيجابية في السباقات. وقدم فرسان الصبل RM مستويات مرتفعة في التدريبات تؤكد جاهزيتهم للمشاركة في السباقات والمنافسة على المراكز الأولى. والله ما في صعوبات، الحمد لله أهل الفرسان، وإن شاء الله حين حق بطولة الشيخ خالد. والله الحمد لله احنا جهزنا خيلنا بحسب تعليمات مدرب، وإن شاء الله نكون جاهزين هالموسم. والله نطمح للأفضل، توفيق من رب العالمين إن شاء الله. يعتبر اسطبل فارس الفرسان هو أول اسطبل مخصص للسيدات، حيث دخل عالم الرياضة للقدرة في السنوات الماضية بفارسات طموحات يرغبن في إثبات قدراتهن العالية والتقدم في خطوة أو خطوة بخطوة نحو تحقيق الأهداف. وأنهى اسطبل فارس الفرسان تحضيراته الجادة للمشاركة في ثاني سباقات موسم القدرة والتي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لمسافة 40 و80 كيلومتر تأهيلي محلي و100 و120 كيلومتر دولي. عندنا تارجت إن شاء الله نبي نوصل له السباق الجاي إن شاء الله في عيد الوطني، والله يقدرنا إن احنا نوقف على المنصة يا ربي. السباق اللي طاف آخر بداية الموسم ما توفقنا إلا في التأهيليات بسبب لنا الجو، والله يقدرنا إن شاء الله نوصل حق اللي احنا نتمناه إن شاء الله. إن شاء الله نطمح إن احنا نوصل للمنصة ونسابق إن شاء الله، ويكون مستوانا نفس مستوى الاسطبلات الباقية وأحسن إن شاء الله. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. نهاية أخبار التاسعة، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTVN راديو. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونتمنى لكم إجازة سعيدة. إلى اللقاء.